والله مشكلة الشقة في العمارة انه في عمارة اتبنت ورانا بدون عازل، ففي عمود فيها لبس في الحيطان بتاعتنا على طول، ففي عمارة قدامها اتحفرت عشان يبنوها وشدوا مية، فبالتالي العمارة اللي ورانا دي ريحت، فانه كان فيها عمود ما فيش عازل بينه وبين حوائط العمارة بتاعتنا، فخد الحوائط معاه اما العمارة ريحت، فبالتالي عملت شرخ في الحوائط عندنا من الدور ال 12 لحد الدور الاول. الشروخ دي ممكن تحط فيها ايديك، وادت لان في كوارث، في حيطة وقعت وفي ممتلكات شخصية بتاع سكان العمارة. مشكلة من يوم الاربعاء الفجر ان لقيت عندي الحيطة بتتشقق في الريسبشن عندي في الشقة، وبس. وبعدين نزلنا مع السكان وطلبنا الحي، وجه وجبنا مهندس استشاري من الحي، هو اللي بعته لنا تاني يوم الخميس. جه بص معانا وشاف بنفسه الاضرار اللي عندنا في الشقه وفي العماره على 11 دور، وجي نزل بص على العماره اللي هي السبب اللي هي مالت علينا اللي هي من غير ترخيص، وشاف السبب ان في عندنا ارض بتتحفر زي ما احنا شايفين كده، بيشفطوا الميه بثمان مواتير. وقفناهم امبارح بالحسنى وبالذوق وبحق الجيره، وقلنا لهم ان انتوا قصرتوا علينا، ورناهم صور الشقق عندنا، وطلعوا اتفرجوا معانا وشافوا، ووعدونا ان هم مش هي خلاص مش هيشفطوا، والمفروض ان كان في اجراء يتاخد من الحي رسمي بالامر ان هو ما بعدم ان هم يعملوا الكلام دوت، لانه بيأثر على العمار على العماير وعلى المربع كله. وفوجئنا تاني النهارده بنفس الوقت ان هو خلص جزء، والجزء التاني دلوقتي بيحفره وعايز ان هو يشفط تاني الميه. وانا راجل مهندس وفاهم، ومعانا ناس مهندسين، ومش بيضحك علينا بيقول لنا ان هو لا ده بيشفط ميه من فوق، واحنا شايفين بعيننا ان هو بيشفط من تحت، وتاني ولا قلبه على ناس ولا هو فاهم ان هو بيزود الضرر، ولازم الجهاز يتحرك، ولازم ان صوتنا يوصل علشان احنا كده مش هينفع اللي بيحصل ده.